نحكيو على حرب البلاغات البارح. جامعة تقول ما عادش نجمو نمشيو بالجمهور، والوزارة تتدخل وتهبط البيان وتقول بتعليمات من سيادته فتحنا البيبان وبشكون الجماهير حاضرة، ومن بعد تعاود تدخل وزارة الصحة والجامعة، وبعد في الاخر معناها ساعتين ولا قداش قبل المقابلة كومينيكي أخير من وزارة باش يقولوا فيه أنه كي لمصلحة المنتخب ودرءا لكل معناها إمكانية متاع مشكلة تصير وغيره كذا مش يدخلوا الجماهير. هالشانج هذا اللي صار البارح تقريبا تاريخي وخرج للعلن وللعالم، صراع الجامعة والوزارة وديع الجري وزير الرياضة. للي صار هذا العدد لشكون تحبوا تعطيوه وراي لراف ماجور صفر لشكون ناصر امشي لي دروا وبيوت من المخطئ؟ المخطئ هو وزارة الصحة اللي متعاملتش مع مكتوب جاها من الجامعة التونسية لكرة القدم. اليوم مفروض عندك وزارة الصحة وقت اللي يجيك مكتوب بالإيجابي ولا بالسلبي تقول لك فيه الجامعة التونسية لكرة القدم يزمك تعطيني الموافقة والمصادقة حضور الجماهير، جاوا بعدي هذا ديجا وت البارح، ومن بعد تفاعلوا مع البلاتو نتاعكم في التاسع وعادل بوهليل والأولاد الكل وانت معاهم وبعثوا في الليل مخر وغيره وكذا. نحكي البارح بعد لسار رسمي الكاف قالت ما عادش بالجمهور، دخول الوزارة على الخط والبيان وكل البيانات وباش نحلوا استاد والجمهور يدخل وكاني فما براد فير ولا صارت فما زوز يسيروا في الدولة، فما الجامعة التونسية لكرة القدم عندها دولة واحدة اللي هي معها الكاف ومعها آليات نتاع الفيفا اللي هي الشرعية الوحيدة. خاطر تعرف الرفيق إذا صار الاجتماع الفني تقرر فيه كل شيء تسكر الموضوع وفاء قبل 24 ساعة. صار الاجتماع الفني تقرر أني فما عدم حضور الجمهور اللي يجي بعده الكل هذاك الكل مزايدات، وكأني بيه الوزارة حابت تتمنى روحها كونها هي ما خدمتش خدمتها، حابت تخرج في ثوب البطل راه مش منا احنا راه منهم هما. انا المفروض وقت اللي فما إدارة تحكم نفسها وتكون عندها ثقة، انا نقول لك حاجة كان جيت البلاد تحترم نفسها. السيد اللي ما صححش على المكتوب هذا والله العظيم يزمو مش يستقيل، يزمو يقيلوه انتقاد في وزارة الصحة. اعطيني من بعد معناها وزارة الشباب تهبط البيان وتقول نسمحوا للجماهير ونمشي ونشجعوا منتخبنا وندعو الوزارة تدعو الوزارة الجماهير لضرورة احترام البروتوكول. هذا وقت اللي الكاف قال ديجاب للجمهور تدخل الجامعة على الخط تهبط بيان تقول راه قرار دخول وعدم راه من مشمولات الاتحاد الافريقي ما عادش احنا نجمو نحكموا فيه، والرجاء من جميع الاطراف الكلام هنا ماشي للوزارة عدم اتخاذ ما من شانه يتسبب في عقوبات لكرة القدم التونسية. الوزير يتدخل في اكثر من بقعة ويحكي ويقول وكذا ولا والجمهور ما يكونش راهينا وما يكونش كذا، ومن بعد في الاخر يهبط البيان الاخير نتاع الوزارة يقول معناها لتجنب بأنه تونس تتعاقب وغيره وكذا ما فهم الجمهور. هلأخت هذه الكل يشجع على الفوضى. وزير الرياضة يشجع على الفوضى وقت اللي تهبط مكتوكي من هذا وتقول للناس راو أنا نسمح لكم باش تمشيوا تدخلوا للميدان وراو المجاني وبرا مشيوا ألعبوا وبرا ودخلوا تفرجوا في المنتخب، وكأني تشجع بالناس باش تمشي بتعمل الفوضى. شو معناتها؟ أنا كان التوانسة الكل مشاو الملعب حمادي العقربي برادس وما خلاهمش يدخلوا، شنو هو الحراك اللي بيصير ما بيننا وبين الأمن؟ شنو المشكلة اللي بيصير؟ تقعد تستنى العشية وزارة أنت باش تقول ارتأت وزارة الشباب والرياضة واحتراما للإنستانس تاع الكورة وغيره كذا أنها وما دخلش تونس في تونس في الريسك وأن تؤثر سلبا على حظوظ المنتخب الوطني، ارتأت تلتزم وتحترم قرارات الهياكل الرياضية الدولية. هذه معناها قبل ماتش بساعتين وثلاثة احنا مستحقين باش ذكرنا الجامعة باش احنا نهبطوا بيان أول وبيان ثاني. محمود عشرة لشكون؟ عشرة لوزير الشباب والرياضة. واضحة على المسؤولية وروح المسؤولية اللي يتحلى به، لأنه مع الأسف الاستفزازات أصبحت متواصلة من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم. الاستفزازات راهي ما بداتش البارح ولا البارح، الاستفزازات بدات عندها منذ أشهر وقت اللي سعى رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم لإقالة وزير الشباب والرياضة، ومن بعد في حكومة نجلة بودن رجع السيد كمال دقيش الدكتور كمال دقيش. معناتها الاستفزازات متواصلة علاش؟ لأنه وقت اللي تبعث قبل بنهارين ولا ثلاثة أيام سامحني وتقول راهو توا احنا حاشنا بورقة من عند وزارة الصحة، يجاوبوك يقولوا لك راهو فما بلاغ صادر بتاريخ 6 نوفمبر 2021 يقول راهو احنا نسمحوا لدخول الملاعب بالنسبة للمقابلات الوطنية بنسبة 15% و 50% بنسبة 50% من طاقة استيعاب الملعب للمقابلات الدولية، وبالتالي الأمور يظهر لي واضحة. بعد انه يجي رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم ويقول راهو لا ماهوش صحيح انا حاجتي بورقه وكانه رئيس سوبور وعنده سوبور من وزاره الصحه، راه سامحني وزير الصحه وزير الشباب والرياضه عملوا جلسه في وزاره الداخليه
وقرروا ثلاثه وزراء هذوما معناتها بالنسبه لرئيس الجامعه ما يجيو حد شيء. يحب ورقه ما يسالش. حكينا فيه البرا وقلنا احنا عملنا ما قبل الاميسيون باش لاكس هذايا ما نقعدوش نحكيو فيه ونخسروا الوقت وحكينا وتفاهمنا ودخلنا للبلاتو على اساس باش نحكيو على غلط وديع الجري والوزاره بعيد على الموضوع هذا. بمعنى انه هو يقول لك انا نحب سيبور، انت وزاره الصحه طلبت منك سيبور ابعث لي سيبور. كان تحب نحكيو على غلطه وديع الجري والجامعه كان من الاحرى انه يخرجوا للاعلام، يجي قيس الرقاز ولا رئيس الجامعه ثلاثه ايام اربع ايام قبل الديلي يقول يا جماعه يا شعب هذا هو. اما ما نقعدوش في تفاصيل لا وعملوا اجتماع. قلنا يحب سيبور حقه، انسان يخدم بالاوراق مش حقه هذا المطلوب هذا المعمول ليه؟ ريتك قلت لك ما نحلوش الدبا قلت لك يا رفيق ما نسفي بالمكشوف هذا المعمول بيه عمان قلت لك يا رفيق هو نورمالمون يخرج كيما قلت انت قيس رقاز قبل بثلاث اربع ايام ولا اعطيني توا عادي الوزير بالنسبه ليك اللي انت تشكر فيه ايه؟ الكاف تقول بلا جمهور وهابط بيان يقول حل رادس وادخل الجمهور لانه بالنسبه للوزير بالنسبه للوزير هو فما قرار حكومي يا ودي انا حكومي يا اخي الكاف تحكم في الماتش ولا الحكومه ما عنده هو صديقي وقت اللي الكاف تقول لك بلا جمهور شكون يحكم الوزير كاف وفيفا ولا الوزير نتاع الرياضه وديعك هاو خلي وديع يحكم فيها سمعتش قلت لك الكاف الكاف قالت المقابلة هذه بدون حضور الشعب ما قالتش مش يستنى يا ودي شو ما قالتش يستنى في بلية لا 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 محمود محمود لا 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 محمود خاطر تحكي معكي غلطة محمود تو بتحب تردنا احنا وكأني ندافع على وديع الجاري وكأنه هو الضحية واحنا ندافع عليه احنا ندافع على حاجة موضوع في حق وديع الجاري كان حب كما قلت انت رفيق حب اليوم يحط الضغط على الوزارة راه كان ينجم يحط الضغط هذا كانت هذه تجم تصير لكن سامحني انت كوزير شنو هي خدمتك انا الجامعه التونسيه لكره قدم تبعث لك مكتوب وتقول لك رجع لي انت يخدم خدمتك ما تقعدش تستنى فيه يا خويا انا نجم نكون نتصيد لك نكون ما نحبكش نحبك انت ما تخدمش خدمتك وانت وين شنو هي خدمتك عمان سامحني كان مكتوب هذا باش نجم تحضر جمعيه التونسيه باش ما يوريش كوره خاطر احكيها باش ما يدوليش 20 دقيقه كوره ماناش ميسيون تاع كوره وديع الجري والجامعه كان من الاحرى انهم يخرجوا يتكلموا يقولوا ويني باش يحطوا دومير وزاره الصحه ويحملوها مسؤوليتها مش يقعدوا زاد هما يستحلوا باش تصير التشكيبه السياسيه للموضوع والعركه، وزاره الصحه كانت مطالبه تجاوب والوزاره ما عندي انا تهبط تبين من نوع هذا الكاف تقول لي والفيفا تقول لي واحنا نقول نحلوا الملعب ولو نحبوا نشجعوا الجمهور راه مانيش وحدنا نلعبوا هذوما ناس قادرين يوقفوا لك الكوره والمنتخب وقت اللي يحب باش من بعد انت تهبط تبين الصباح وقبل ماتش بساعتين ترى انه مصلحه الكوره وفما يخنش وزير مكتوب سامحني معناه انت وزير ساعتين ولا ثلاثه قبل ماتش وقتها فهمت انه البيان هذاك كان يطبق ويدخل الجمهور نجم تحط في ريسك المنتخب والكره في تونس هذا اللي نحكي عليه هذه الاعتباطيه هذا المسؤوليه روح المسؤوليه لا لا ما تقوليش خليها بلاد وديع وزير رياضه انديبوندامون من موقفك مع وديع تعارك معه حاول القى عليه قضايا فساد حاول القى عليه حاجات وهزوا للمحكمه تقول فيفا تنحي وديع الجريمة الجامعه اما هاللعبه ذي بالتصويره نتاع البلاد وتهبط البيان وتقول حلوا البيبان وبعد ساعتين قبل وقتها وليت فهمت مصلحه المنتخب راهو هذا اسمه لعب بتصوير البلاد ولينا نلعبوا بحاجات مش مقبوله سكرت الموضوع ويزيد والله يا رفيق معناتها هنا المستمعين رفيق باش نعمل بينا ريونيون الجمعه اللي فاتت قال اجيو 6:30 خلي يلزمكم تعرفوا شو يصير في الميسيون واش باش نحكي معناتها بالنسبه للبارود يجيبوا الخمسه وتبدا تفسر له شنو هي الكونتكتور نتاع وشويه يبدو انه مطالب يرفض 10 كمان من الملاعبيه اللي رغم الضغط هذا الكل كمان ربحوا يا سيمينيو للملاعبيه 11 المنذر الكبير على الخطه التكتيكيه يا اخي الصحه